الحين احنا نقدر نقول حق اليابانيين 6 أدوار وخمسة أدوار إن ما عليكم أي مخالفة بالنسبة للسابقين، خلينا نفهم عشان نكون واضحين. إيه هذا كلامه. الآن الرسالة واضحة، نقول حق الشعب الكويتي إن الآن المخالفين السابقين اللي عندهم 5 أدوار 6 أدوار أنتم غير مخالفين، ومن صدور القانون اللي خالف راح نخالفه عشان نكون واضحين.